ازيك شباب؟ معكم حلقة جديدة معي ستيوب جيمر. عشان نلعب لعبة الجدة الشريرة، كتبت لي في التعليقات في تحديث جامد جدا نزل، وفي اجزاء كتيرة نزلت بالجدة في المدرسة الجدة الشريرة المدرسة الشريرة. فنهار شباب باذن الله هنلعب المراحل دي، وقبل ما نبتدي خلينا نجرب كده نشوف حظنا. يا رب يا شباب دعواتكم بقى تجينا حاجة حلوة كده محترمة. الله يعني مثلا يعني يا كوينات يا ريت الكنز ابو 200 ده يبقى حلو. ايوه شفتوا عيب تخمينه بالاساس 100 100. هندسنا اوكي، خدنا الكوينات. لو عايزين لفه ثانيه لازم نتفرج على فيديو، وهنبدا ندخل هنا. عندنا اول حاجه شابتر واحد كويس، ده لعبناه. مش عارف متقفل عندي ليه، يمكن عشان انا ختمته فبقول العب ثاني. انا انسى يا معلم. ده عندنا الجديد، في تقريبا ثلاث مراحل جداد. وعندنا شابتر 2 تقريبا، لا لعبنا شابتر 2 كله. لو في حاجه جديده هنلعبها، لعبنا لحد اخر حاجه خالص اللي هي بتاعت لما كانوا بياكلوا مع بعضيهم. وبعد كده عندنا في الجزء الرابع بيقول لك جاي قريب جدا، بس حطينا شويه ابواب كده حواليها. والمدرسه الشريره ممكن تبقى زي الجار العصبي، يعني انا مش عارف والله. شباب اكتبوا لي دلوقتي توقعاتكم في التعليقات، وخلينا ايوه نختار الكريسماس. وبعد كده هنختار اول واحد هنا. تمام، طيب هنلعب بشخصيه الولد النهارده، لان البنت شخصيه البنت ما اعرفش اكسب بيها. تمام، بتقول لك خلينا نساعدها. تمام، عشان تبقى متزحلقه محترفه، ماشي. ده احنا هنروقها. يا سلام، شوف البسين كله بقى عامل ازاي. The ice looks frozen over. Let's check. Perfect. It's going to be a good skating session. البسين بتاعه كله اتجمد، فهي بتشوف هو جامد ولا لا عشان تعمل زي تزحلق على الجليد. الله انت رايه مدرسة، يعني اقول لك ايه بس. نفتح بيقول لك تمام. تمام، يبقى أول حاجة احنا هنروح للحمام البسين بتاعه، بعد كده هنشوف هنعمل ايه، فخلينا نفتح كده سريع سريع. ايوه، بس قبل ما نروح يا شباب، انتوا كاتبين لي في التعليقات ان انتوا عندكم مدارس وكليات وقاعدين بتتفرجوا على الفيديوهات. والله شكرا لكم يا شباب، ويعني اقول لكم ربنا يوفقكم. كل واحد يعني بيذاكر وبيجتهد ربنا يوفقه، بالأخص بقى اللي بيتفرج وبيعمل لايك. ربنا يوفقكم بإذن الله. تطلع من الاوائل. وخلينا يا شباب ندور بقى على حاجه. يا سلام والله وشكم مش بقول لكم زي العسل. اول حاجه لقيناها هنا، هناخدها سريع سريع. حلو، ده شراب طحين مشروب الطاقه. ناخد طيب النجمه. تمام، نكمل زي ما احنا. يلا 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 يلا. بتدور على الهدوم بتاعتها مع نفسك، عيش حياتك. خلينا بس احنا اول حاجه نروح لحمام البسين بتاعها، بعد كده نشوف الخطه الثانيه هنعمل ايه. لو ما عرفناش برده ممكن نستخدم التعليمات. هو بيستهبل ده فوق اللي بيقول قدامك دي. استنى يا عم، خلينا نشوف النجوم. طيب ماشي، ومشروب الطاقه اللي خدناه ده مفيد جدا. احنا وصلنا هنا، بس لازم نروح دلوقتي للمطبخ عشان نقدر نجيب الادوات. بس يا رب ما تطلع علينا. تخيل انت دخلت لها في وشك، تبقى مشكله. نفتح هنا سريع سريع. عايزين ندور على نفس الحاجه اللي هو طلبها مننا، فخلينا ادور عليها. شباب لكن اسمها ايه؟ تقريبا الملح. خلينا نشوف ده ايه ده؟ ما مش كاتب لي عليها، هعرف ازاي؟ ماشي خلينا نبص كده سريع سريع. تقريبا دخل هي المطبخ صح؟ لا اجري بسرعه 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 بسرعه. الحمد لله. كانت هتجيبني السوسه، بس انا خلاص عرفت اللي فيها. استنى بس الجين تمشي من بره، بعد كده نخش لها مره ثانيه. حتى في الحاجه دي انا مش عايزها. وقعدت لي طالعه بره يا مدرسه. ايوه الحمد لله رجعت تاني، ولو حاطه شجره الكريسماس وعايشه حياتها بتحتفل بقى. الله يرايقها. هنخش هنا سريع سريع. تقريبا هو ده، يا رب يطلع صح. خد يا جدع خلص قبل ما تجينا. اخيرا شوف مخبيه في مكان استراتيجي. الله، ناخد الحجم. تمام خدناها، ماشي. خلينا نطلع كده سريع سريع. المفروض بيقول لي حط هنا بره، يا رب يكون احنا ماشيين صح. استنى، يا سلام. تمام استخدمناه، وبعدين هنعمل ايه؟ استنى نشوف التعليمات اللي بعدها. ايوه تمام ماشي. بعد كده نشوف بعد كده هنعمل ايه؟ لا لا المدرسة هتيجي، هتيجي كده هتفنشني. مفترس مين دلوقتي؟ حرام عليكي. ده انا ما صدقت. افتح 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 افتح، خش في القبر. حلم كده صعب صعب. افتح افتح انسي، مش على بلاسيس. يلا يلا يلا. انا مش عارف انا حطيته في المكان الصح ولا لا. خلينا ناخد بس النجمة دي الأول. تمام حلو، خلينا نكمل. تقريبا احنا هنحتاج منح تاني، فخلينا ندور كده سريع سريع. تقريبا انا كده ماشي لغايه دلوقتي صح، فخلينا نجرب نحط هنا.
يا رب صح تمام. حلو ناخدها بقى دلوقتي. كويس يبقى دلوقتي هنقدر نستخدمها صح. شكلها جت صح. دخلت المطبخ تقريبا. شباب دلوقتي هنقدر نروح ونحط لها الحاجه والخطه هتظبط المره دي، لان المره اللي فاتت انا اتلخبطت وحطيت الحاجه على طول من غير ما اخلي المايه تبقى موجوده فيها عشان كده تبدا تخف. تمام دلوقتي هي هتخلي البسين موجود زي ما هو والجليد موجود زي ما هو بس هيتخلي ضعيف، فلما تيجي المدرسه تجربه نازله ضربه احلى غط. يلا يلا سريع 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 قبل ما تيجي. ايه يا بلاش يصبح حتى لك احلى مفاجاه والله. نحطها فين هنا في النص هنجرب. 100 100 ايوه بقى استراتيجيه. حلو يا نهار بسرعه لما تيجي ده انا جت هتفنشنا هوا. اوه شوف السوسه شباب انا في حاجه مستغربها، هي تقريبا عارف المكان اللي بكون موجود المكان اللي بكون موجود فيه. لا دي جايه عن طريق المطبخ، فكرت جايه عن طريق القبر، قلت هتجي لها تعمل لي حته مفاجاه. هيل هتروح دلوقتي البسين. انا عايز اكبر الشاشه ما ينفعش. يا خساره محظوظه والله. خلينا نشوفها يا ريحه. ايوه تتزحلق احلى زق. واحد لا 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 اتجمدت. كنت حرم بعد كده. ايه رايكم بقى لو ده ظبطنا صح؟ دلوقتي شباب خلينا نشوف المرحله اللي بعدها. نرجع بس الاول هنا عشان عايز اعرف بس المرحله عامله ازاي. شوف شكلها الاول تمام. نرجع للشابتر هنا. شجره الكريسماس، ما انا قلت لكم هي حتى الشجره بتحتفل. احنا كده هنعمل لها مقلب تمام. بتقول لك هنا محتاجه مساعده بسيطه في الكريسماس تمام، في شجره قصدي الكريسماس. وكاتب لي هنا حاطط لي ادوات، حاطط لي الفخ، حاطط لي المطرقه. شايفك وعارفك اوعى. وعندنا كمان المفروض هنا ازاي هنشوفها في الشوب عشان بس ما تلخبطش. شوف بس هي بتعمل ايه. Such a fabulous job done by yours truly. Francis will be so impressed with me. 1 2 3 ta-da. تمام. خلينا نشوف بس اول حاجه الشوب. اوه يا جدعان شوف عندنا ايه يا اعلى هوا. عندنا سبري وعندنا يا فهمت الفكره تمام. بقول لك احنا هنشوف الحاجه عشان نغيرها. فخلينا نشوف طيب هنا شويه المساعده. ندوس هنا اوكي تمام. يبقى احنا هنغير حاجات في الشجره. حلو هنغير يا شباب الحاجات الصفراء اللي هي حطها. خلينا نشوف طيب في ايه تاني تمام. بيقول لك موجوده تحت في القبر الادوات اللي احنا محتاجينها. فخلينا ننزل سريع سريع في القبر. ايوه ناخد الطريق من ده هيكون احسن كتير. بس خلينا نشوف بيتها. والله مروقه وعايشه حياتها. كل ده عشان الجار العصبي يموتوا في بعض. ها بس انا قربت لهم الحفله اللي كانوا عاملينها ولا العشاء اللي كانوا عاملينه. ها يعذبوني مش هخربه. يلا نرجع يلا بسرعه بسرعه. ادخل في القبوه اجيب بس الادوات دي واشوف على كده الادات تانية. هي اللي طلعها بره. شوف بتلف ازاي السوسه شقيه والله. عدي انت بسرعه وحط لي تراب. عارفه هرش ابو الاساس هيخش هنا بتلعب رياضه. بسم الله ما شاء الله. رياضيه طول عمرها ما شاء الله عليك يا مدرسه. خلينا نشوف طيب هنا الحاجه. ايوه هي دي الادوات اللي احنا محتاجينها. خدناها تمام. هنبدلها. بس عايزين نعرف بس مكانها فين. فخلينا نشوف النجوم هنا هتساعدنا. دوس هنا اوكي. دي اول حاجه هنطفي المفروض شجره الكريسماس وبعد كده هنغيرها. بس خد بالك احنا تقريبا هنحتاج السبراي. هو مش كاتبه ليه؟ حاجه غريبه والسبراي مش موجود هنا. يبقى احنا اول حاجه هنفصلها وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. يلا يا رب الخطه تظبط لنا. لو جت ورقتها تبقى مشكله. يلا يلا بسرعه بسرعه. والله بتلف وشكلها تيجي من الباب الرئيسي. فين شجرة الكريسماس؟ خلاص انت كمان. فين الحاجة؟ عشان كده ممكن اتكهرب. ايوه نشيل بس الفيشة. فين الفيشة؟ ايوه شيلها شيلها. شيل دي الأول. حلو. نقدر نحط الحاجة؟ تمام. بيقول لك خليها قريبة. طب أنت يا راجل ما قلتليش ليه؟ احنا مش هنلحق شباب. لو ما لحقناش لازم أخش الشوب سريع سريع وأشتري الأدوات. يا رب تكون موجودة هنا على الأقل. هي كده كده سعرها رخيص يعني تقريبا ب 100 كوين. احنا ممكن نجيبها سريعا. خلينا نشوف طيب هنا التعليمات. يا عم استنى بس شوف هنا. ايه ورك شوب يا راجل. الورك شوب مش هلحق مش هلحق. خلينا احسن اشتري هنا. حلو
100 كوين. اوكي هو ده اللي احنا محتاجينه. يا سلام نحط واحد كده على السريع. بيقول لك اجري بسرعه قبل ما تيجي 100 100، تبقى احلى مفاجاه. لا والاحلى من كل ده ان انا طفي الكهرباء تيجي هي تولعها عشان تحتفل. يبي هنسمع احلى يومي. استنى اكبر، ما ينفعش اكبر والله، لو ينفع اكبر الكاميرا تبقى اكتر من كده تبقى 100 100. هي رايحه دلوقتي. استنى اقفل الباب ده احسن، تجيلي من هنا لان الشجره قدامي على طول. حلو، احنا كده مستخبين في مكان استراتيجي. خليني بس ايه، ايوه مغطي هنا احتياطي، مستخبي ورا الكرسي عشان لو جت برضه. وحتى صورتها فرحانه قوي بنفسها. طب حط صوره الجرى العصبي. ها طب ازاي ما دخلتش في التراب؟ والله حاطه تراب والله عادي، ماشي عليه زي العسل. يا دلوقتي رايحه تشوف المفاجاه الجميله اللي ابو الاسيس محضرها لها. ايوه بقى الشجره هتوصل الحاجه. لا النهارده بعد النعم قالب 100 100. لا والمقالب كلها الحمد لله مظبوطه. ايه 10 على 10. خلينا نشوفها. يلا يا مدام تسدي الحلقه، بتجري شويه بقى، عايزين نحتفل خلاص راس السنه، نصنا كم يوم. حلو راحت شجره الكريسماس اهو، جبنا سيره القط جاي ينط اهو. قول له ايه رايك في الشجره دي، اجمل شجره في العالم. قول خلينا نشوف النور. اذا بتقول مال النور، هو مش شغال لي النور. ايوه صح، زيري زيري تحت شغالي. قلت له انت ايه مستعد؟ شوف بقى الحماس، يلا ورينا. ايوه تو ادينا ولا سيدي. يس سلام اتسرع خلاص، اما كده فركش العلاقه. هنرجع بقى مره ثانيه للصفحه الرئيسيه ونشوف بقى المهمه الاخيره اللي عندنا. هندوس هنا اوكي ونبدا نشوف دي في كريسماس. دلوقتي شباب عندنا تقريبا حاجه ليها علاقه بالسانتا ولا سانتا هيلبر. ماشي، وعندنا في زي عصير هنا ب 100 كوين. ماشي فخلينا نشوف. بيقول لك اكتر حاجه بتحبها المدرسه الشريره تقريبا البيض الني، مش عارف انا ايه اللي بتحبه فيه، هو مفيد بس انا عايز اعرف ايه ده. ولا يهمك عادي كده، طب حط عليه شويه اي حاجه. يامي 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 تموت اوب بالبتاع بالخلاط وتديله. انا نفسي اعرف ازاي اسمه ده المدرس اللي الجار العصبي ولا ايه، مايل في دبدبها قوي كده. تمام خلينا نشوف دلوقتي، هنشوف العصير بتاعها. خلينا نشوف طيب التعليمات عشان نعرف بس مكانه. تمام هو بيقول لي دور عليه، احنا عارفين. هنلاقيه في المطبخ. حلو تمام. ماشي لسه هنحتاج حاجات تانية، بس خلينا بس ندخل المطبخ الاول، هنشوف اول حاجه احنا عايزينها، بعد كده نشوف بيت الحاجه. شوف لا يا وركي والله حطينا حته. لا هي في المطبخ، هي في المطبخ دلوقتي. لا بره المطبخ، انت اللي دخلك اساسا. قعدت تشرب هي صح؟ سرح شعرها، يبقى مش في المطبخ ولا في المطبخ في مرايه. خلينا نشوف. لا مش موجوده تصدقوا. حيل خلينا نشوف بقى الحاجه. تمام تقريبا ده الخلاط بتاع اهو البيت. حلو ناخد البيت كويس، هنحطه في الميه. تمام ناخد بيت تاني. ماشي نحطه هنا، ناخد بيت تاني، ناخد كل البيت نحطه هنا كده سريعا. يا رب ما تخش المطبخ تبقى مصيبه. ناخد ده كمان. استنى في بيضه بايظه. استنى حط حط حط، غير البيضه دي، حط دي كمان. ايوه حط 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 يا حبيبي، حط يا حبيبي. والله مع البيضه مش عايز احط. يا نوتي احذفها، ناخدها تاني. لا يا شباب اللي انا عملته ده والله عكيت عكعك. ناخد طيب النجمه، يلا ناخد طيب. انا مش عارف والله، شكلي احتست. ناخد طيب ده، مفيش اي حاجه نقدر ناخدها. خلينا نشوف طيب التعليمات، شكلي انا عكيت شويه. خلينا نشوف. لا شده حلوه قوي عليا، بتدرسها شويه سيبيني. نروح سريع سريع. قالت لي موجوده جوه، هي في المطبخ والله ما عارف هي فين. خلينا نكمل زي ما احنا. هي بس الفكره شباب احنا عايزين نعرف فين البيضه البايظه، رغم انا كنت ماسكها المره اللي فاتت. هنحطها في الميه عشان نعرف المفروض البيضه اللي هتطفو يبقى دي البيضه البايظه. خلينا نحط دي كمان، كله سليم. لا جت لي منين دي؟ يا حرام اللي بيحصل في ابو الاسيس، شايفين يا شباب؟ مش شايفين انا مظلوم ولا ايه الكلام؟ خلينا نحط البيضه الاخيره اهي، البيضه طفت. طب مش تقول يا شيخه من بدري نحط دي، احنا مش عايزينها. عايز ايوه عايزين البايظه، حط بقى دي انا مش عايزها يا جدع، حطها. ايوه بس كده مع السلامه. ناخد بقى البيضه البايظه. هيل هنحطها هنا 100 100 أنا... حلو. دلوقتي شباب عايزين ندور على حاجه عشان نغير بس الطعم بتاعها. خلينا نقفل هنا الباب بالمره عشان هي ما تشكش. فخلينا نشوف التعليمات سريعا. استنى يا جدع هندوس هنا اوكي.
يلا نجمع. بيقول لك هندور على حاجه اسمها باودر. ماشي اسم البتاع ده. ماشي بيقول لك في المطبخ اهو تقريبا هو ده صح. يا سلام ناخد هو ده. دي عارفه تتفسح بره وعايشه حياتها. والله عايشه حياتك مع نفسك. بس عايز اعرف احنا خدنا مثلا الصلصه واخدنا مثلا زيت هيبقى شغال برضو ولا لا؟ ما ينفعش اي حاجه تحطها برضو اي. يبقى هو ده بس لازم نحط البودر المعين ده. ده بس احلى معلم. لما بقول لك اجري بسرعه قبل ما تيجي. يلا بسرعه بسرعه نستخبى. يلا يا مدرسه محضر لك ابو الاساس محضر لك مفاجاه زي العسل. تاكلي وتعيشي حياتك. احلى افطار ده ولا ايه؟ قال لك الصباح ده ايه ده؟ اقعد اناخر انا في الساعه شويه. ما ينفعش مش شغال. ماشي خلينا قاعدين هنا مستكنين ومستنيينها. وصلت المطبخ الحمد لله على السلامه. ايوه كركري بقى. يمي 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 يبي يبي جدع مغص. اجري اجري على الحمام. بسرعه اسهل اسهل اسهل. يا سلام احلى مكسب ده. والله يا شباب النهارده لا ظبطناها ولعبنا اللي هو المفروض الشابتر 3. يبقى احنا بس مستنيين ان شاء الله شابتر 4 يتفتح. احنا كده خلصنا الاول والثاني والثالث. خدت منهم كلهم ناقصنا بس الرابع. ان شاء الله يتفتح في اقرب وقت. خلينا بقى اجرب شويه كده على المدرسه اروقها. ايوه انا رجعت تاني يا نوت. تشوف الهديه اللي هتجينا ايه المره دي؟ عشان هي دي اللي هنعمل فيها المقلب. مقلب ايه ده؟ احنا هنروقها بالحاجات اللي عندنا. ده في كاسة نفس الحاجة اللي كانت موجودة عندنا. مفيش حاجة جديدة. ايه والرواقة بيهم دول. أنا وسهلا خدوا سنة اوكي. وروح بقى على المدرسة جايب لك مفاجآت. خلينا نجرب التباشير ده الأول. بتقولي نشم تحكي. ماشي أي خد. خدي بقى التانية. ماشي اقعدي قلسي أنت بس. أسايستك بالمرصاد. ناخد دورة كمان. لسه الشغل العيني ما جاش. يلا مع السلامة. وناخد دي كمان. ايوه وش طعمه لذيذ. ايه رايك فيه؟ ايه يا باشا انا صحصحك قوم بس كده بالسلامه. يا سلام دينا بقى سيد. تعال نجرب بقى شويه الصراصير. تموت فيهم. انا اعمل لك عصير صراصير زي العسل. يلا يخرب اكلتيه مقرفة؟ يخرب عقلك. يلا تحدي الجاي. يلا نشوف دي اخر حاجة. هو جايب لك هدية اهو مش حرمك من حاجة. دي تقريبا ما شفتهاش. خلينا نشوفها. في حاجات كتير احنا شفناها مع بعضينا. بس شوف بس الفار الفران. الفران اترعبت. خلينا نشوف دي. نبلة حيد. ايه خدمة. بيت الحاجات احنا شفناها. بس كده كفايه عليك يا مدرسه. ها تسمعي الكلام وتخليك حلوه. لا ايوه تمام. نطلع سريع سريع وكده شباب. احنا لعبنا كل حاجه او تقريبا لعبنا المراحل كلها اللي موجوده. وانا هقف لحد هنا في العجبه في الفيديو. ما تنساش بقى باللايك واتمنى انكم تشتركوا معانا في القناه لو انتوا لسه جداد معانا. ولو حصل اي تحديث في لعبه المدرسه الشريره اكتبوا لي في التعليقات باذن الله المرات الجايه ابدا العبه. اشوفكم مره جايه فيديو جديد مع ايسي تيوب جيمنج. يلا سلام.